إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ألهاكم
التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنا عليهم مقصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت وليهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تنبيه للنساء الدعاء سيكون قبل الركوع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال جليل سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم لك الحمد أنت الباطن ليس دونك شيء. اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. أنت الرب وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد. أنت الرب وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا هو. أنت الله لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يصفون. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من ختم كتابك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من ختم كتابك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من الصيام والقيام. اللهم لك الحمد على كل نعمك. اللهم لك الحمد على كل آلائك. لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول وبالإجابة جدير. نسألك يا ربنا بختمنا لكتابك في صلاتنا أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا. اللهم وفقنا لحفظ حروفه وحدوده. اللهم علمنا أحكامه. اللهم فقهنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. إن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا غنى لنا عن رحمتك، لا غنى لنا عن مغفرتك، لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. اللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا لصالح العلم والعمل. اللهم اعصمنا من الزلل، ووفقنا لصالح العلم والعمل يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،
وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك منيبين، أواهين، مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احشرنا في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، واقبضنا على التوحيد والسنة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن أيدينا بين يديك وقلوبنا متوجهة إليك، فلا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق حكام المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك بين عبادك. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وانصر بهم دينك وعبادك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بشر وسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لك نصلي ونسجد، وإلي اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحهد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق.
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ويجعلون معك إلها آخر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود عونا واصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تقبل شهيدهم، واشف جريحهم، واشف جريحهم، واخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم واجزهم خير ما جازيت جنودا يدافعون عن دينك، اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على الرافضة المعتدين، اللهم انصرهم على الرافضة المعتدين المشركين، اللهم عليك بهم ومن شايعهم، اللهم عليك بهم ومن شايعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين بنصرك يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وهي أعظم مطلوب، ونعوذ بك من النار وهي أعظم مرهوب، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.